بالنسبة كما قلنا الهبطي دائما يعني تعقيد الكرة، احتفاظ بالكرة اللي كيسبب لي ضياع ديال بزاف الكرة، دونك ديشي لو ديشي عند لو جوار بالاخص كيكون ان جوار تري امبورطون في لاتاك. الا عنده لي ديشي راه ميمكنش ليه انه ينفع الفرقه، بالعكس كيولي داك طريقه اللعب ديالو الاحتفاظ ديالو بالكره كتضل بالفرقه، وخصوصا كنعرفوا الفرق الاكثريه ضد الدراجه كيلعبوا بواحد الطريقه متكتله دفاعيا، كيعمروا لك الوسط كيعمروا لك الدفاع، سو كي في ما عندكش الربح نهائيا يكون عندك شي لاعب كيحتفظ بالكره ولو غير واحد الوقيته قليله، كيخص يتحل المشكل دغيا والكره تتلقى وتمشي بواحد السرعه. طيب نمشيو ل هادشي تا هو خصو يتحيد، هادشي تا هو خصو يتحيد من الفيديو، خصو يتحيد. هنا دائما حنا مع الهبطي، الهبطي غتشوف واحد القضيه بانه يعني اللاعب صبار تبارك الله عنده واحد الذكاء في اللاعب، والناس مع الاسف ما كتشوفش هذا الشيء وكتقول لك صبار ما عطاناش شي حاجه كذا. صبار لاعب ذكي جدا ومن اقوى اللاعبين دابا في الميليو تاعنا تاع النجا، وعطي توازن للفريق. فكتشوفوا الصبار هنايا، شوفوا الخدمه اللي غادي يخدم مع الهبطي، ديما حنا تندويو على الهبطي، يعني هو قدامه اوهولو ما بغاش يعطيها ليه، خلا اوهولو دوز هادي داك تمو لهيه عند من عند الهبطي، حيت الهبطي عنده واحد المساحه قدامه باش يمكن الهبطي انه يزيد بالكره ويعطي اون باس اون بروفوندور، وعطاها ليه. شوف هو شدها، نشوف واش غيدير بها. ها هو نشوفو، ها هو قدامه بنغيت، ها هو الوسط في الانترفال ما عطاهاش ليه، ها هو ما عطاها ليه. كنرجعوا للعمليه باش ناكدوها، شوفوا الصبار غادي تخطا اوهولو غيعطيها للهبطي، والهبطي قدامه هنايا بنغيت باش يعطيها ليه ويهرب يمشي، لا فضل انه هو يدخل وسط دوك ثلاثه. تصوروا اللاعب اللي كيفكر انه يدخل وسط ثلاثه، يعني انت هكذا كتهرس اللعبه، صح كتهرس اللعب. سي با فغي، شوف الكره، ها هو عنده حلول، ماشي عنده مي، راه مي توكيز في يديه، تيقول لي ليا كاين لهيه، كاين مدكون، وكاين كما قلت بنغيت، وكاين اغوش، كاين ناهيري. فحتى حل من هادو ما دارهم، هو اختار الدريبل، هو دابا عند راسو هو لو سوفور، هو اللاعب اللي غادي يعتق الرجاء، هو اللي غادي يلقى الحلول، هو اللي كذا داك الشاش كيحتفظ وكيبغي يقلب بزاف، ولكن مع الاسف ما كيتوفقش في اغلب الاحيان، لان ما عندوش لو دون دي دريبل، ما عندوش، عندو لو ديماراج يشد كرة ويمشي. وي هنا غتشوفوا العملية اللي غيدير، فوسط غيدخل فوسط دوك ثلاثة وغيعطي باس، لأن ضعقوه خرجوا ليه، غيعطي باس، غيعطي موفيز باس، عطيها الناهيري. واش الناهيري عنده السرعة باش يتبع ليك هاد الكرة؟ ها كرة بعيدة بعدا، والناهيري كان اكسونتري، كان على لاكوش، كان يعطيها لي على برا، عطيها لي قدامو. وفينا هو الناهيري؟ فينا هي اللياقة والخفة باش غادي يجيب ليك كرة بحال هادي؟ دونك هادي من المشاكل اللي كت هبطي، يعني اش غادي نقول؟ هكا 24 عام، 24 عام وكتلعب دابا بهاد الطريقة، راه زعما صعيب، باش انك تطور، لأنه ما بقاش الوقت، ما بقاش شي واحد غيبدا يجي يعلمك لاباس ويعلمك كيفاش تلعب كورة وكيفاش تابوي على صاحبك، كيفاش تلعبها سهلة وكيفاش تلقاها على تيساع، كيفاش تلعب في الانترفال مع صحابك وتكومينيكي معاهم، هادشي ما كيتعلمش، هادشي صافي كتفوت الأقسام الصغرى، لاسبوار ما بقيتش تعلم هذاك الشيء، صافي راه لا عندك شي باجاج تعلمتيه في الابتدائي والتحضيري والابتدائي الاول والابتدائي الثاني، راه هو اللي كتخدم به، صافي مشيو لحاجه اخرى. دائما حنا مع الهبطي، شوفوا هذه الكره هذه
عطاها ليه، شكون اللي عطاها ليه؟ عطاها ليه مي، مي تقاتل عليها، راه كتشوفوا مي الوسط، وسط دوك الثلاث المدافعين حدا الرابط، غادي يعطيها ليه بزاز، غيفكر يعطيها ليه، ملي غيعطيها ليه هو شوف شحال واحد حداه، هو غادي يفضل يلعبها عالية، باغي بروفوندور زعما، من تما يهزها الفوق باش يمشي ورا المدافعين وتمشي عند داك، عند حذاف ولا شكون هذاك اللي مديماركي، ولا بنغيت اللي مداركي مديماركي باش يمشي لاصوص الكون. دابا انت واش الرجا في التاريخ ديالك كانت الكره كتهزها كتلعبها في الارض وكتلعبها في السماء، الرجا ديما الكره كتضلجها في الارض. دابا انت جات الكره مدلجه في الارض، عطالك مي وهزيتيها الفوق، بغيت تعطي بها باس فوق لي ديفونسور من الفوق، هذه كيدير غير ميسي. هذا ميسي بوحدو اللي عنده العبار ديال هادي، راه ما يمكنش حتى يكون عندك عبار ديال هادي وانت باقي عندك مشكل غير باش تعطي باس في الانترفال. دونك مشكل، هي كره اخرى كتضيع، كان ممكن نشوف شحال كنا، جوج اربعه سته الناس كنا في الهجوم، كنا ممكن، وراه مذكور عاوتاني جاي من اللي هي سبعه، دونك كنا نقدروا نستغلوا هذه ونخلقوا فرصه ونكونوا ونقدروا نماركيو، ولكن كيضيعوا بحال هاد الكواري في دي فوت اليمونتير ديال التحضيري. مشكل، هذا هو مشكل الرجاء، هذا هو مشكل، راه ماشي في الانسجام ولا مشكل في ضياع الكرات ولي بروفيل اللي كيلعبوا هنا. كما كتشوفوا هذا باس يعني اش غادي نقول، يعني باس بعيد، ما هو كون غير يعني حدا خص يعطي لي في رجليه، ما داك التشيير ديال عطيه لي قدام وداك الشيء راه ما تعولش، راه ان با 17 ans، حدا في كوميم واحد 30 سنه الى لعب معاك غير 35 مينوت ولا 40 مينوت صحيحه راه ما تقول لحد. دونك تحاول تاميناجي تعطي كويضات في رجليه باش ما نوقعوش في هاد بحال هاد المشاكل هادو اللي كيخص ضروري المدرب خصو يصحح، سينو غنبقاو نضيعو في النقاط، لان النقاط كنضيعوهم بالفرص، ملي كنضيعو لي باس وكنضيعو وكيقعد لنا دي شي بزاف كنضيعو النقاط عادي، ما غاتماركيش، واخا كاع تماركي يقدر يتماركي عليك. غنبقاو دائما مع سميتو لا هادي فتناها كداك ديال الناهيري، هادي اللي كنبغي يلعبها طويله، غنجيو لهادي، هادي غتشوفوا عاوتاني دائما حنا مع الهبطي. شوفوا هادي الكره اللي كتعرفوا بان هذيك الكره اللي كانت جات مهزوزه سميتو الكون خرج على غفله غير بزاف باش خرجها، اللي كانت واحد ضربه راسيه زوينه كان غيكون فيها بيت للرجاء، فجأة الكون ضاع على غفله، ملي ضاع على غفله السي الهبطي غتشوفوا كيفاش غيرد براسو، يعني الكره هذيك كنرجع ليها ماتش ريال وكنوقفها بالصدر وكنحطها للارض، نقدر نتيريها البوطو، نقدر نعطيها لشي صاحبي يجي داخل لونتري دو لا سيرفاس، لا هو بغى يضرب براسو من تما، هو عارف بان هكاك بديك الطريقه راه ما عمرها غتمشي قويه غتمشي ضعيفه، دونك بحال شي مدافع ردها للكون ديالو بحال هكاك ضربها السي الهبطي براسو، وغادي تبان في في في, في صوره اخرى، لا ماشي هادي، صوره اخرى غادي يردها براسو، تنظنش هادي هاي شتي انا غادي يضرب براسو، هو اللي ضاربها هادي، ضاربها براسو ومشات عند الكون شدها بكل راحه سون بروبليم. داكو عاوتاني مره اخرى دائما غتلقاو عداد دقه 40 او 41 غتلقاو بانه مذكور، غادي يعطيها للهبطي الوسط، واخا ها هو السي الهبطي شدها، غنشوفوا واش غادي يدير السي الهبطي. نورمالمون هاد الكره انت عاطي بظهرك البوطو، يسيفي انك تعطيها لواحد اللي جاي، يسيفي تعطيها لواحد اللي جاي، ولكن هو لا، هو كيشد البالون كيتجمعوا عليه، صايع عارف غيديوها ليه، هاد الكواري كيضيعوا فحال هكا كيضيعونا. كما كتشوفوا هنايا هي عطاوها ليه باش يلعب اون باس سامبل ويدوز، لا كيخصو وسط جوج يكروشي ويدوزها، وما غادي يدوروا بيه بجوج وغادي يديوها ليه، وكانت عنده حلول، كانوا صحابه واقفين حداه، ولكن هو لا، هو بغى يبقى شاد البالون، اي سي سا لو بروبليم، وهادشي اللي كيخلي بزاف د الكرات كيضيعو. هنا غادي تشوفوا بانه دائما حنا مع الهبطي، يعني برنامج الى وقيلا برنامج غير ديال الهبطي. هنا كره، شوف هي عنده، شوف قدام المدافع، دابا داك لاريانغوش هو واقف لي قدامه، هو غادي قاصد لاريانغوش، يعني في اتجاه المرمى كتشوفيه، مبدئيا خاصو يكون غادي يقلبو، اما غادي يمشي مع لالين شويه صعيبه لان لالين ما كاينش اتساع، غادي يقلب على اليسار او على اليمين، على اليسار ديالو هو غادي يقلب على اليسار باش يمكن ليه يمشي، لا
هو غادي يبقى غادي بها غادي بها وغادي تضعف واحد الوقت، غادي تشوف واحد الوقت غيضيع زعما مصيبه. شوف غادي يبقى شاده شاده، شوف واش غيدير، غادي يدير دومي تور وغادي يرجع جيت لا ديفونس ديالو بحال باغي يرجع عند مدكور يضدها ليه. هو حضيوه غيدير المره الاولى باش تعرف الاحتفاظ بالكره المبالغ فيه واللي كيضيع الفرقه. هل اللقطه المواليه دار بها ولا ما دارش؟ هو دار بها جيت مدكور، علاش؟ لانه واقف ليه داك الثلاثه ودخلوا في شك انه يقدر يقلبوا. ها هو فاش كان شاده في الاول، كنرجعوا للقطه السابقه، ها هو فاش شاده، ها هو فاش غيدور بها جيت مدكور. لان الاخر علاش دابا جيت مدكور؟ لانه ولاو جايين وحدين اخرين حتى هما باغيين يحيدوها لي. اذا دابا جيت مدكور اش خصو يدير؟ خصو يتلقى عند مدكور؟ لا ما يتلقاش عند مدكور، عقله غادي يعاود يرجع عاوتاني في اتجاه المرمى ديال المحمديين. ها هي اللقطه المواليه غادي تبين لكم بانه يعني الدوخه يعني ما كاينش تركيز في اللاعب، ما كاينش ذكاء، حتى الذكاء في اللاعب ما كاينش. اما انا عارف راسي مسدود عليا، اما غنقلب اما غنعطي باس لصاحبي ونتحرر من البالون. ها هو كتشوفوا دار في اتجاه مذكور بحال يعطيها ليه، ما غيعطيهاش لمذكور. في اللقطه المواليه غادي يبان لك غيدير دومي تور وغادي يعاود يرجع في اتجاه المرمى المحمديه. ها هي دار بها ولا ما دارش بها؟ عاود دار بها مره اخرى، جيت المدافع الايسر بحال غادي يبوردي. شو شحال ديال الوقت ضاع هنا؟ مابغيش نحسب الثواني، راه اكثر من تقريبا غادي شدها تقريبا واحد 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 15 ثانيه اللي غادي شدها. فت 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 الوغ كو عطي باس وسير ديمارك. هذه هي الكره اتجاه سميتو، غادي يعاود يبان لي الدنيا مسدوده عاوتاني، غادي يرجع عاوتاني المره الثانيه، غيدير ان دومي تور عاوتاني جيت مدكو. ها هي واش شي هنا؟ شتي فين طلق؟ راك وراك تبان الوسط حدا حدا البلاكه تاع بطوله اينوي، وراه تما الكره، عاد عيط المذكور المره الثانيه، عاد عيق وغيطلق البالون. وهذا الشيء المخصوص يكون في الفوتبول مودرن. سا سي دي غاشي، سي دي غاشي، و سي دي سي تي بيرت دو بالون، سي تي بيرت دو طون، و سي تي سي تان انيرفمون بور لي كويكيبي ديالك. راه هما كيتعصبوا ملي كتلقى ديك الكره تمرضها وتمشي وتجي وما كتعطيهش، هو كيكون حدا كيقول لك كيجيك باش ياسيستيك وما كتسنتش ليه، راه هو كيتعصب بحال سي سا لي ديشي، سي سا لي ديشي. دونك كنتمنوا بحال المسائل انه نورمالمون المدرب خصو يوقف على هادشي. راه شوف ماشي باش يصلح، باش يحيد هذاك لي ليمون خصو يحيدو، لان هذاك لي ليمون مضر بالعمل تاع المجموعه، كيضر بالمجموعه. ديك الطريقة اللعب ديالو، طريقة الاحتفاظ بالكرة، كيهرس لي زاتاك وكيهرس ديك السرعة، سرعة العمليات بصفة خاصة. لأن الرجاء على ما تيبان واللي بان في الماتش المحمدية أنها مع هاد السيد مع هاد المدير غتلعب بطريقة سريعة، ولكن باش تلعب بطريقة سريعة يكون عندك لاعب اللي كيهرس لك لا ماشين وكيهرس لك لو ريتم، راه صعيبة كاع داكشي اللي الحارتية كدكو. دونك كيخص لي زاليمون يتبدلوا، هما ربعة لي زاليمون إيسونسيال. نمشيو عاود لصوره اخرى عاوتاني. شوفوا هنايا دائما هو هذه اول مره، تنظن اول مره هذاك الهبطي غيكون في ليلي، في ليلي يعني حدا لا لين ديال لاتوش. اول مره دائما كيجي اكسنتريك يدخل الوسط بحال كيقول للمدرب انا راه مضلون في داك اليمين، انا 10 هو راه ما 10 ما والو مسكين، راه ما عندهم من 10 والو. دونك اول مره كيمشي لو بوست ديالو اللي دخل فيه، داك لو بوست غيمشي بيه نشوفوا واش غادي يدير بالكره، غادي يشد الكره غادي يبقى يجري بها. وهادشي الشيء ربما علاش كان ما كانش كيمشي ليلي، لانه كيجيه صعيب شويه، لان باش تلعبي ليه خصك تكون كدريبلي ان دريبلور. ها هو غادي بها، غنشوف واش غادي يدير. غادي يخرج ليه هذاك الثلاثه بيان سور، كويري داك الوليد هيا في الصوره المواليه غتبان لك. شتي انا ما كاين لا سونطراج، غادي يبغي سونطري اول مره، غادي سونطري اول مره، غيمشي ديك لا لين في اليمين وغادي يدير الخدمه ديال الايلي اللي خصو يديرها خدمته. غادي سونطري غضف داك المدافع وغتخرج للتوش، يعني انه لا دقه في التمرير، لا قدره على الاختراق في الاجنحه، لا دريبل، لا كره سهله باس سهل لصحابي، لا والو. يعني انه لاعب مثل الهبطي هو لاعب غير منتج، غير منتج، سي ان جوور كي ني با رونطابل سور لو تيران. دونك الى المدرب بغى يبقى يستمر راه كيضيع في الرجاء، ماشي كيضيع في الهبطي، من الهبطي راه البريم ديالو طالع. دونك
كنتمنى انه هاد المسائل هادي خصها تصلح، راه ضروري خصها تصلح. دابا شوف، دابا غير الحلول اللي كانت عنده هنايا، ها هو دابا خارج، شكون داك اللي خارج ليه؟ خارج ليه بن غيت حداه. علاش ما يعطاش لبن غيت؟ بن غيت حدا الاربيط، راه يخرج يعطيها لبن غيت على برا ويحاول ويديمارك على من يدوزها ليه، او لا بن غيت غادي يعطيها لشي واحد جي الونتري دو لا سيرفاس يتيريها. عطى الله الحلول، ولكن الحلول سهله باينه، ولكن اللي في دماغ الهابطي حاجه اخرى، ما عندها علاقه بداك الشيء اللي بالحلول المعقوله. كيبغي يلعب لعبو، عنده حلو، عنده عقليته بوحدو. غنمشيو دابا الكره عاوتاني هذه في الدوزيام ميتون الدقه 69، غتشوفوا بانه الهبطي عطاوها ليه الوسط. دائما شوفوا دابا الهبطي ياك جناح ايمن، والله حباكم لما نقول ليش من علاقه الهبطي بديك البلاصه في كين، هو ما قالش في البوست ديال يلا ياك هو جناح ايمن اشداه لتما كاع، وغادي كيدخل الزحامات. انا ما فهمتش انا كيفاش هاد السيد. شوف لا باس داخل باش يلعب 10 زعما، باغي كيقول لهم انا نصلح 10. ها شوفوا لا باس اللي غيعطي، غادي يعطي باس ضعيف، بغي يعطيها زعما لذاك ماي اللي غادي مديماركي على اليمين، بغي يعطي باس زعما التمريره المفتاحيه كما تيقولوا. شوفوا لا باس يعطيها ضعيفه، غادي يحبس هذاك المدافع الايمن بسهوله اللي هو ولد الله جاته هو دريوش. دريوش كوشي كان لاعب رندروز طاه مزيان تبارك الله عليه، هذاك الدري كان كيعجبني ملي كان في الله هذاك الولد، كان كيفكرني في الحضري وهنا في طريقه اللعب ديالو. انا ما لقاش بلاصتو في المحمديه، انا كاين انا ريا غوش دو فالور، هذاك الوليد اللي كان شاد الهبطي داير اللي سد عليه، دونك لاحوه هذاك الدري واش لاحوه لعبو غادي نضرو مع ذاك زطتها. سي مايم دي ماركي سي الهبطي بغى يعطيها ليه كاك مفتاحيه ديال 15 متر، راه عطاها للمدافع ضعيفه. هنا فاش غيقطع هذاك المدافع شادي لا باس ديال الهبطي، شو كيدير؟ ها ما يمشي كيجري بوحدو، راه الكره تقطعات قطع هذاك الوليد. دونك ما عندكش لا دقه في التمرير لا هادي، وكيفاش يمكن لك تلعب الوسط؟ اش كدير الوسط؟ دونك مساله واضحه، كنتمنوا انه هاد المسائل تصلح، لانه هادشي راه عندنا، هادشي ولا عندنا ولا عندنا اليمونتير، هادشي راه اخطاء اللي هي ديال اخطاء التمرير. راه معنى هذا راه حنا في الحضيض، اذا كان وحلو باقي مازال في التمرير حنايا. هنايا الكره اللي جاتو ديال البيت، واحد الكره جاتو في الدوزيام ميطا، يعني كره، شوف كره ملي كتكون انت سابق المهاجم، انت داخل الكاري وسابق المهاجم، وغادي نبين لكم في الاعاده بان انا سابق المهاجم، راه الهبطي هو اللي ولي سابق البالون. هاد الكره هادي نوقفها باليمنى ونسليمها باليسريه على خاطر اللي عندي قويه، علاش غنمشي نضرب باليمنيه وانا عندي اليمنيه زيزونه توليتي ضربها خارج البوط؟ نوقفها انا سابق، الا مادام انا سابق الا حطيت رجلي حطيت اليمنى على البالون باش بروتيجيه وبلوكيتها، راه هذاك المدافع يقيسني بيلانتي، ما قاسنيش راه تبرعت على غنولي انا بوطون وغادي نبومبار ديال داك البوطون ماشي غنماركي. ولكن فين هو داك الدماغ اللي غادي يفكر في هادي؟ مع الاسف شوفوا وغدا وجاي الاعاده غتبين لك بانه هالاعاده هي. شوفوا الاعاده، سابق الكره ولا ما سابقش؟ السيد سابق الكره هي قدام، يعني هذه تصوروا دابا هذاك المدافع مشى فيها مسكين، كون غير بلوكاها بلا دو بي بلا دو بي هكا كما جايه بلا دو بي غير ينعس مع الارض، غادي بلوكيها وهي نازله للارض غطيح قدامه ويصليها كما بغى باليمنى ولا باليسرى ولا بنيفو باش ما بغى يماركيها. مي سي سا راه هذا سي ان جوغ محسوب علينا تيتولار باش نعرف. هنا كذلك السي الهبطي، لا قلت لكم اللايف راه فيه غير الهبطي واقيلا، ولكن بزاف ديال الفيديو ديال التصاور ديال ناس اخرين، ولكن الهبطي راه لا ماجوريتي باش تعرفوا لو بلو لا بلو غروند مارش دو ديشي عندنا في الهبطي. شوفوا الهبطي كورة عطاها لي مدكور، انت ما عندكش امكانيات كبيره ديال الدريبل وبغي تطوق وفي مساحه ضيقه، وداك لاريان غوش دائما اللي يدعقو حيد ليه كاع الكويرات، هانت عطاه كره كنتي تداغل مدكون، انت لا انت خليتيها دوز قدامك وبغي تطوق السيده راه داها لك وكطيح كتمثل باغي كوفر، كاين لا كوفر لا والو، وماشي غير مدكون راه كاين حتى الاخر اللي الوسط اللي جاي اللي هو الهدهود يجي عنده المعطح الكاس يجي باش يعاونو، جاي باش يعاونو، خرج ليك عطيه كره ولعب مالين
ولكن اش غادي نقول، مسألة عقلية. هذا عقلية، هذه راه ماشي إمكانيات، عقلية، عقلية ديال أنا هو المنقذ، وأنا كنعرف، وأنا كنعرف نضرب ليه، وأنا قاد ندير، وأنا قاد وغنشد كرة في السهام وغادي نخرج العجب. مي سي سا، هنا غتشوفوا عاوتاني كرة الهبطي، عاوتاني شوف كرة غيضيعة عاوتاني في وسط تيران، جاب الله الرابط عطاه كفرة، شاف من جهته، شديتي كرة، شوفوا صحابك شحال، ها هو الواقف، ها الصبار واقف، أعطيهم تأبوي على صحابك، يلفو سابوي، كرة هي لابوي. كرة شنو هي؟ شوفوا الناس غير ريال مدريد، شوفوا بارسا، شوفوا الكرة ديال الناس، واش ما كيتفرجوش هاد الناس؟ راه كتلقى اللاعب كيسهل عليه الكرة، شاد كرة نص كيخرج لصاحبو تيعطيها ليه وكيدوز، وكيعطيها ليه وكيدوز، بعد ما كيعطيها ليه وكيجي قدامه، الآخر كيبلوكيها ليه، كيوقف وعاود كيعطيها ليه عاوتاني كيوقفها ليه وكيدوز للجهة الأخرى. مي سي سا لو جو، سي ان جو دانترفال، جو دو بالون سميتو دابوي، كل واحد كيتكى على الآخر، على صاحبو الآخر. ها هو جوج صحابو يتكا عليهم، لا هو لا هو خصو يبين داك المدافع اللي كيتجابد معاه بانك ما تقدرش تحيد ليا البالون، الشي العقليه اللي عندنا كيديرها. ها هو بقى تحيدها ليه، انا غير جاب الله الربيط شاف شي شويه احتكاك هو يصفر ليه كفره، ولكن سيمون دي راه كيتفرج، راه كتشوف فيه سيمون دي باش يغوت عليه يقول لي طلع كوره، لا وراه هكا باش كيكون المدربين الا بغيتي دير نتيجه سيمون دي راه خصك تهضر مع اللعابه ماشي تبقى تفرج فيه. هنا غتشوفوا كوره، شوفوا بوحدو في الكاري سي الهبطي حداه مدكور، انت كتكون عاطي داك البوط ولا صعيب باش تدور بها، دونك كتعطيها لصاحبك حداك باش يسونطري اولا يدير معاه حل، انت لا هو شوف اش غير الصوره المواليه غتبين لكم اش غيدير، غادي يدور بها جهه العسريه وبغى يدور من تما ويضربها. هو ميسي، هو ميسي، ميسي في ايامه ماشي تا ميسي ديال ميسي في ايامه. وشوف دابا، شوف دابا اللعابه حنا علاش معولين، يعني il se croit très fort، il se croit très technique، وانه قادر ينقد الفرقه وقادر هذيك الكره يدور بها هكا ويصليها للبوط، alors que النتيجه جد ضعيفه كما غتشوفوا في الصوره المواليه، والله حتى النتيجه جد ضعيفه، وكره سهله دائما تندو على الكره السهله صاحب وحده، هان الصوره المواليه غادي تشوف، شوفوها شي النتيجه قلت لكم ضعيفه ولا لا، شوف القدفه كي دايره ضعيفه اولا، ثاني حاجه هذيك القدفه ياك شتيها كره سهله صاحبي نعطيها المدكون، شوفوا القدفه، القدفه ضعيفه وغتمشي عند داك المدافع، راه داك المدافع الاوسط اللي حدا حدراف غتمشي عنده، كره كتبوم بيه بشويه خفيفه غادي ديجاجيها على خاطر مضربه عوجه ما والو، ديجاجيها سهله، القدفه ضعيفه وعوجه شي يكون اخو عليك وخلاها خرجات باسي، شوف ما عندك قدره باش تكادري، ما عندك لا فورس دو فراب، ما عندك سميتو قدره باش تسونطريها للدوزيام بوطو عند حدناف، هي دونك لعبه سهله من الاول. مع الاسف، مع الاسف، مع الاسف يا خويا هادشي الى اين؟ هادشي كنأديو الثمن ديالو، محد اللعابه بحال هادو كيلعبو تيتولار والرجاء كتأدي الثمن، وبلا ما نبقاو نستغربوا الى عاود ضيعنا نقاط عاوتاني، لان الى بقينا كنعتمدوا على هاد اللعابه سيرتو على دوك الربعه بلا ما نهضروا على الزنيتي، الزنيتي راه مشكل اخر، لان الزنيتي كيحرقوا في غايه، ولكن الى بقى كيلعب هاد النوعيه من اللاعبين حنا فريمون. شوفوا هنايا الخبره في هاد التصويره، شوفوا الخبره ديال حدراف، حدراف في وسط جوج الناس ما غاديش يتصرف بحال الهبطي، لا شي غادي يغفلهم ويضربها بالاكستيريور ويضرب باس صعيب، خاص غير شي واحد في الدوزيام بوطو يكون بالاكستيريور، شوف راه ما عندوش ليلون، راه ما خداش اتساع باش رجع وضرب الكره، هاكاك لاعبه على غفله غادي يدورها بالاكستيريور، وغتشوفوا لا شيمينمون ديالو والخطا ديال الهبطي عاوتاني مره اخرى، لانه هذيك الكره البلاصه فين مشات كان خاص الهبطي يكون في بلاصتو، ها هي شتي السونتراج ديال حدراف بالاكستيريور، شوف فين وصلت، ودازت المدافعين كاملين تجبدوا عليها براسهم ما وصلوهاش، اذا شكون كي خصو يكون الدوزيام بالون؟ هو السي هبطي، هو عاد جي كيجري هو بغوفالتو، وكره دازت مي لان كانت شويه عاليه، دونك كون كنتي بلاصتك كتصلي ما وتماركيها كيما بغيتي، اذا السيد ما كيشدش بلاصتو، السيد لاعب في كل قنت وما لعب حتى قنت وما قام حتى شي دور، اوكي راه دابا هادي هي المصيبة، دابا حنا نؤدي الثمن، شوف أخطاء كيديرين، شوفوا ملي كتجمعهم، ملي كبدا تجمعهم في صور، هذا شاف صور، ما كنت جبت لكم، كون كان عندي إمكانية ندير الفيديو نجيب لكم فيديو غتشوفوا، راه ما تقدرش تدخل ليه كاع، شوفوا هنا عاوتاني الهبطي، الهبطي عاوتاني هنايا غادي شكون هذاك حدراف غيلعب مع ليندو، ياك عطاها الحدراف، هو الهبطي من الوسط عطاها الحدراف، ما عطاها الحدراف، حدراف رد عليه
حدا فين الدار يلقاه ما كاينش، علاش؟ حيت كيتنقز كيمشي. غادي عطاها لي انا شوف حدا فين انت عارفو ملي عطيتيها لي راك خص تشوف راه حداه مدافع داعقو، دونك غالبا غادي يردها لك، صعيب باش غيدور بها حتى هو، غادي يردها لك، دونك خصك تبقى واقف، تبقى قدامه، تبقى ديما دير اون دياغونال بينك وبينه، واقف قدامه باش يردها لك يلقاك. انت اللي عطيتيها لي وهربتي، وملي غادي يهرب غيجي واحد اخر مسكين غير بغى يعتقها، لان كان غيمشيو لها هما يديوها كونطاطاك، واحد بغى يعتقها لا فيها دقه اللي هو الصبار، ماذا لا بيدي لا بالعود، ولكن سبابه تنقاز ديال الهبطي. ها هو انتم غتشوفوها وتشوف الصور المواليه، السيد اللي غياكل على دقه باش يعتقها، لانه السي الهبطي راه بقى كيجني مشى ديماركا. كيفاش يمكن يك ديماركا صاحبي والسيد يلاه واحد داعق وقريب ليه وغيعطيك انت لين دو قابلاستك وخرج هيك تلعب الدور ديال الميليو، دونك انت دخلتي الميليو وليتي انت كتقوم بالبوست ديال صانع الالعاب، دونك خصك ديما ما تكونش كتعطيوك الديماركا، اللي كيعطيوك الديماركا هو ليلي او لافاسونتر، هادو لي دوزي لي ولا فاسونتر، هاد الثلاثه هما اللي كيعطيوك الكره، ما خصهمش يوقفوا، كتعطيوك الكره الديماركا لقدام. اما انت صانع الالعاب خصك تبقى الوسط. هاو الشيء اللي جا عتقها هو الصبان، هو خرج لها الصبان، لانه فينا ولادو ديرا الهبطي راه كيبان لكم مضلك، راه هو المدافع، داك المدافع اللي خارج البالون راه من ورا، علاش؟ لانه مشى ديمارك، عطاك ولا مشى ديمارك، هذا ميليو تاعنا هذا. ها هي الدقه اللي غياكل صبا، شتي عرفت ليه هذاك على رجليه، كان غادي نصل ليه ديك شيك الشوفيه ديالته، وفائن دار الحكم عطى شي دار. اذا كتشوفوا الاخطاء ديال الهبطي، يؤدي ثمنها اخرون ويؤدي ثمنها كذلك الفريق. باش نكونوا غير واقعيين، هاد اللحظه هذه على الصوته، هاد اللحظه هي نهايه الهبطي في ارضيه الميدان. ملي دخل هاد السيد تهنينا من داك الديشي تاع الهبطي، وبدينا كنشوفوا كره تاع بصح، كنشوفوا كره ديال ايلي متمرس، كيعرف كيفاش يمشي بالبالون في الكولوار، كيعرف كيفاش سونط. ملي دخل هاد الولد هاد بوزوق، هذاك لانغوش ديال اللانجا اللي كان ولد اللانجا تمحن، ولا كيخرج كره للتوش، كيخرج كره للكورنير، وسميتو جاب جوج كورنيرات، يعني خلق ليهم الرواج في داك القنت، واحد الكره غادي كروشي الله يصلو غيصليها بالعسريه، كون دازت هذيك كانت بيت. هنا كتبين لك الفرق ما بين لاعب ولاعب، وسيرتو كتبين لك الفرق ما بين التكوين البدني، التكوين التقني. هذه مدرسه وهذه مدرسه، شوف المدرسه ديال الجزائريه شنو كونات، وتيبان لك كذلك التكوين في العقليه كذلك. لاعب كيلعب كره سهله، واخا هو كويري وكيعرف يدريبلي، ما كيدريبليش دائما، كيعرف يمتى يدريبلي ويمتى يعطي الباس. وهذه راه مساله عقليه، راه مساله عقليه، تكوين العقليات. اما واحد اللي كيبدا يقلب ولا كيطوق، كتبقى تقول ليه كتقول ليه، راه مره اخرى غيبقى يقلب بلا قانون. خاصك تقول ليه اجي ولدي مزيان اللي طوقتيه، ولكن هذه الكره طوقتي فيها ومشات لك الكره وضيعتي لها الفرقه هجوم. هذا سي سا الفوتبول مودرن. حنا لا، حنا باقيين عايشين هذيك النشوه ديال الا ما طوقتيش ماشي كويري.